اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. يا رب تكون حلقه حلوه وتعجبكم، وزي ما وعدناكم انها ان شاء الله هتكون عن اكلات لمرضى السكر، وهنحاول ندي شويه نصايح كده في الوسط للناس اللي عندها سكر بتعاني من السكر. قبل ما ابتدي في الحلقه عايزه افكركم بالمسابقه ان شاء الله بتاعت مطبخ كي جي 1 اللي مستمره معانا كل يوم جمعه. عايزاكم تكلمونا على التليفونات اللي بتظهر على الشاشه علشان تشتركوا معانا في المسابقه. بنختار من الولاد والبنات اللي بيكلمونا، وان شاء الله تبقى حلقات حلوه ونستمر فيها فتره طويله، وفي جوائز في الاخر حلوه قوي. اول وصفه هبتديها النهارده خبز الشوفان. ليه بقى؟ انا قلت هبتدي بالعيش اولا لسببين. اغلب العيش الموجود في السوق، يعني 95% من العيش، وده على ضمانتي، بيبقى مخلوط بعسل اسود، وبيقول لك ده عيش فيه رده وعيش دايت وعيش حبوب كامله، وللاسف هما خلطينه بشويه عسل اسود علشان يخلي طعمه حلو وعلشان يديله اللون الغامق اللي هو لون الرده. العيش لما نعمله في البيت هتبقي ضامنه انك هتحطي دقيق كامل، وانا قبل كده قلت لكم ان الدقيق كامل غير الدقيق اللي بالرده. الدقيق الكامل انا واخده حبه القمح كلها، القشره بجنين القمح بكل الالياف اللي فيها ومطحونه، لكن الدقيق اللي بالرده عباره عن دقيق ابيض مضاف ليه رده، فده الفرق بين الدقيق الكامل والدقيق اللي بالرده. فنحاول نشتري دقيق كامل اللي هي الحبايه الكامله بتاعت القمح، وده مهم جدا لمريض السكر، لان مريض السكر محتاج الياف، الالياف دي هتقلل من مستوى السكر، هتخلي السكر يرتفع في الدم ببطء وبالراحه، فما ينفعش مريض السكر ما ياكلش نشويات كربوهيدرات، بس لازم تكون كربوهيدرات كامله، الياف كامله، خلاص؟ فناخد بالنا من النقطه دي قبل ما نبتدي. هعمل العيش بالشوفان، لان الشوفان من اكتر الحاجات المهمه ان مريض السكر ياكلها، وهنتكلم على فايده الشوفان واحنا بنشتغل. كوبايه ونص دي كامل، نص كوبايه دي ابيض، نص كوبايه شوفان، معلقه خميره، معلقه سكر. الناس بتحط عسل اسود بدل معلقه السكر علشان يبقى لونه غامق قوي، بس احنا مش عايزين لون غامق لان احنا بنستعمل دقيق كامل، فمش محتاج انه يبقى لونه اسود. لو انت بتحبي العيش الغامق قوي ممكن تبدلي معلقه السكر بمعلقه عسل. هتيجوا تقولوا لي ممكن مريض السكر ياكل عسل؟ ممكن ياكل عسل مره او اتنين في اليوم، وبعدين المعلقه دي هتعمل لي رغيف كامل كبير، يعني هو مش هياكلها لو مش هياكل رغيف. نص معلقه ملح، 3 معالق زيت، كوبايه ميه، وشويه شوفان للوش. انا عايزه اقول لكم حاجه كمان، ممكن بدل كوبايه الميه دي تستبدليها بكوبايه حلبه مغليه، يا سلام، لان الحلبه برده ممتازه لمرضى السكر، فانت ممكن تبدلي كوبايه الميه بكوبايه حلبه. انا كاتباها ميه ليه؟ لان انا عامله وجبات تنفع للاسره كلها، يعني انا مش عامله اكل مخصوص ما ينفعش ياكله غير مريض السكر، لا، لان اصلا مريض السكر مش هقدر اطبخ له اكل لوحده، انا بعمل اكل ينفع البيت كله، بس هو في نفس الوقت مفيد لمريض السكر، لكن صعب جدا ان انا اعمله نظام غذائي يمشي عليه لوحده والبيت اعمل اكل تاني، مين فاضي انه يعمل كذا اكله في اليوم؟ فاحنا نعمل اكل ينفع العيله كلها، يعني انا اكله، بنتي تاكله، المريض ياكله، كل اللي في العيله ياكلوه. علشان كده عيش الشوفان ده انا قايله المقدار بالميه. عايزه تحطي ميه حلبه بدل الميه؟ مفيش مشكله، وهو سهل جدا، احنا بنعجن المقادير كلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الدقيق الابيض نص كوبايه، والشوفان، الشوفان اللي هو العادي خالص، الدقيق الكامل اهو ده اللي بنتكلم عليه، مش دقيق ابيض مضاف له رده، دقيق كامل اللي هو دقيق الاسمر. بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الخميره، وادي معلقه السكر، وزي ما قلت لك انت ممكن تبدليها لو انت عايزاه غامق قوي تبدليها بعسل اسود، وثلاث معالق زيت، واحد اثنين ثلاثه. خلاص هنجيب بقى ميه دافيه، ويتعجن العيش كتير، يعني العيش لازم يتعجن على الاقل 10 دقايق، ما بكترش الاول لغايه لما اشوف الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، هياخد معايا ميه قد ايه، وبعد كده اهو اقدر ازود ميه تاني. وزي ما قلت لكم ميه الحلبه ممتازه، حتى مش بس في العيش، يعني لو عملتي حلبه باللبن برضو ممتازه لمريض السكر، بس بشرط ان اللبن يكون خالي الدسم، لان الدهون
احنا قلنا قبل كده من كام يوم واحنا بنتكلم عن الدهون ان اللبن الكامل الدسم فيه دهون مشبعه كتير جدا، فدي مش بس المريض السكر، حتى مريض السمنه او اي واحد عايز يخس او مش عايز يتخن اللبن الكامل بيبقى دهونه كتير اهو. بصي هي تحسي ان هو مفرتت، ده معناه ان هو محتاج لسه ميه. اهو بنزود له الميه. الشوفان من الحبوب المهمه جدا لمريض السكر، ومش بس لمريض السكر، لاي حد، لاي بني ادم. الشوفان من الحاجات المهمه جدا، هو من الالياف القابله للذوبان، فعلشان كده اهو بيتهضم ببطء، يعني هضمه بيبقى بطيء جدا في المعده، فما بيحسسنيش بالجوع، علشان دايما مريض السكر بيبقى فاكر ان هو محتاج ياكل كل شويه. بنضربها. المفروض بقى ان انا افضل اعجن فيها في الرغيف العيش ده 10 دقايق، علشان كده بس انا هوطي الصوت شويه، يعني هي المفروض طبعا يتعجن جامد بس انا هوطيه شويه علشان اعرف اتكلم. هجهز المات اللي هحط عليها الرغيف. يبقى احنا قلنا الشوفان بيخلي الجلوكوز يتفرز في الدم ببطء، ولقوا ان اللي بياكل شوفان كل يوم والياف كامله بصفه عامه كل يوم تطورات السكر بتقل عنده. هكمل العجن بتاع العيش واطلع لفاصل نخلص فيه العجن ونرجع لكم بعد الفاصل. استنونا. رجعنا لكم من جديد. ده شكل العجينة، أنا بعملها على شكل مستطيل، شكل الرغيف. بصوا هو صغير كده، لكن أنا بسيبها المفروض إنها تخمر حوالي ساعة، فحجمها بيتضاعف، وبعد كده بتدخل الفرن فحجمها بيتضاعف تاني، فبتلاقوا الرغيف نفش وكبر. أنا بعمل لها قطع كده بالعرض وقطع تاني، بعدين بدهنها. أنا هدهنها بزيت بس ممكن تدهنيها بمية، ممكن تدهنيها بلبن، وعشان هرش عليها شوفان على الوش عشان يديله منظر في الاخر. طبعا هو الشوفان هيبقى كده قريب من بعضه، بس لما بينفش هتلاقيه بعيد عن بعضه، فما تستغربيش يعني شكل الرغيف الجاهز من الرغيف اللي هو الني. وبدخله الفرن، بدخله الفرن على 180 او 190 حسب حراره فرنك لغايه لما احس انه نفش. وبعدين اخر حاجه لو انت عايزاه مقرمش قوي بتفتحي باب الفرن وبتبخي فيه شويه ميه صغيرين وبتقفلي باب الفرن تاني. الطريقه دي بتاعت الميه بتدي قشره ناشفه للعيش. لو انت عايزاه عيش عادي، يعني احنا مش عاملينه ناشف، عاملينه عادي. ده شكل الرغيف لما بيخلص، ما بترشيش الميه في الفرن، بتحطيه مجرد في الفرن تكوني محمياه من قبل ما تبتدي تعجني. لو الدنيا صيف طبعا مش هتقدري تحميه من كتير، علشان هيبقى الخميره بتبقى مشكله بتزيد كتير. هعمل دلوقتي سلطه وهعمل شوربه. الشوربه طبعا عشان الجو الحر اللي احنا فيه ده، البرد اللي احنا فيه ده، محتاجين حاجه تحررنا. يعني النهارده مش عايزه اقول لكم الاستوديو فريزر. هعمل السلطه بالعدس واللحمه المفرومه. سلطه حلوه، هي مختلفه اللي احنا متعودين عنه، بس هي فعلا حلوه جدا. هستعمل كوبايه عدس ابو جبه مسلوق، اللي هو العدس البني اللي بنعمله في الكشري، نص كوبايه لحمه مفرومه معصجه. اللحمه المفرومه المعصجه يا ريت نحاول نعصجها من غير اي دهون. انت لو جربتي اللحمه المفرومه تحطي لها البصل والبهارات من غير اي زيت او سمنه وغطيها على النار، صدقيني طعمها في الاخر هيبقى حلو جدا، ولا هتحسي ان مش محتاجه ان انت مش حاطه لها اي دهون. جربي وهتلاقيها فعلا حلوه معاكي. خيارتين مكعبات، الخيار بالقشر بتاعه، حزمة جرجير، بصلايه شرايح رفيعه. هستعمل تفاحه خضراء مكعبات صغيره بقشرها، ودي اختياري، يعني عايزه تحطي التفاحه اوكي، مش عايزه بس هي مفيده جدا خصوصا القشر بتاعها. 8 حبات لوز مجروش، اللوز ده كله اوميجا 3
3، ودي من الحاجات المهمه جدا، مش بس لمريض السكر، لا ده مهمه للوقايه من القلب، من السرطانات، مهمه لبشرتك، مهمه لشعرك، مهمه لكل الناس. الاوميجا 3 دي موجوده في اللوز، موجوده في السلمون، السمك السلمون اللي احنا هنستعمله النهارده، موجوده في الماكريل، موجوده في اغلب الاسماك الدهنيه، يعني هتلاقي ليها مصادر كتير. الدريسنج بتاعي معلقه خل تفاح، نص معلقه مستارده، فصين ثوم، معلقتين زيت زيتون. من تاني هقول مقادير السلطه: كوبايه عدس ابو جبه مسلوق، نص كوبايه لحمه مفرومه معصجه، طبعا الافضل ان احنا نعصجها من غير دهون، خيارتين مكعبات، حسبه جرجير باخد الورق بس بتاع الجرجير، بصلايه شرايح رفيعه، تفاحه خضراء مكعبات صغيره بقشرها، 8 حبات لوز مجروش، بيبقى مجروش خشن. الدريسنج بتاعي معلقه خل تفاح، نص معلقه مستردة، فصين ثوم، معلقه زيت زيتون. باجي اعمل السلطه، العدس ببقى سلقاه، طبعا العدس زي ما اتعودنا لازم يتسلق ويتحط معاه شويه كمون علشان الانتفاخات، لان اي بقول خصوصا العدس بينفخ، فالكمون بيمص الانتفاخات دي، ما بيخليش العدس يتعبني. وادي البصل، اللحمه المعصجه، بخلطهم، بعدين هاجي الجرجير، الجرجير الورق بس، هعمل ايه؟ هقطعه كده اهو، يعني اصغره شويه، مش عايزاه يكون كبير. وادي التفاحه، مكعبات صغيره، تفاحه خضراء عشان تبقى مزه، فيها مزازه عن التفاح الاحمر العادي كده اهو. هرش الملح عليهم الاول مش على الدريسنج، علشان اهدي شويه من الجرجير يهدى سنه معايا. هرش رشه ملح، وبعد كده هبتدي اعمل الدريسنج بتاعي. هجيب بوله صغيره واعمل فيها الدريسنج، هقلب بس الملح عشان ما تركزش في حته وحته. هو لما يتحط لها الدريسنج هتحسوا ان الجرجير هبط شويه عن كده، يعني انت حاسه ان الجرجير منفوش وعلى الوش، بس لما بنحط الدريسنج بيهبط. توم، مستردة، انا اللوز لسه ما حطيتوش عشان هرشه على الوش مش هلخبطه معاها. وادي خل التفاح وزيت الزيتون. زيت الزيتون زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت اللي هي من كام يوم، ان الدهون غير مشبعه احاديه، ممتاز. سبحان الله في حاجات كتير جدا منها مرض السكر، لان هو اجي بضرب الدريسنج علشان يختلط كويس عشان ما يفصلش بعد كده على السلطه، عشان في مستردة، المستردة لازم تتضرب جامد مع الزيت علشان في الاحوال العاديه ممكن نحط معلقه عسل مع الدريسنج ده، بس لو في مريض سكر ممكن ان انا ايه اقلل من حكايه العسل. العسل ممكن زي ما قلنا ياكله مره او مرتين في الاسبوع، بس ده لو السكر بتاعه منتظم، يعني بياخد انسولين منتظم. وهو شايفين الجرجير هبط ازاي بعد الدريسنج، ما بقاش زي الاول. قلل النفشه بتاعته، الزيت والمستردة وكده. هغرف بقى في طبق السلطه، بسم الله الرحمن الرحيم. خدي الجرجير ده الاول تحت، وبعد كده على الوش حطي بقيه الحاجه. بسم الله، احنا طبعا ناس كتير جدا هتستغرب التفاح في السلطه، بس هو انا مختاره التفاح المزز علشان كده، عشان تدي طعم حلو، وممكن تشيليها، انا كاتباها اختياري علشان كده، عشان مش كل الناس بتستسيغ انها تحط تفاحية في السلطه. بعد كده اهو
برش اللوز عليها. دي سلطة العدسة أبو جبة بالجرجير وبالتفاح، حلوة وجميلة وسهلة، وجبة غذائية مشبعة، إن فيها لحمة وفيها بقول وفيها خضار، يعني وجبة متكاملة. عايزة أقول كمان إن البقوليات من الحاجات المهمة جدا برضو لمريض السكر. إحنا هنعمل دلوقتي شوربة وهنتكلم على الحاجات دي، وإحنا شوربة الخضار الحار في الجو ده إحنا محتاجين شوربة. بصلاية مفرومة، عود كرفس فرنجي، مش البلدي العادي، عشان البلدي دي تبقى طعمه بيبقى حاد جدا فبيغير طعم الشوربه. لو عايزه تحطيه، لو انت بتستسيغ طعمه ممكن تحطيه، بس انا عن نفسي ما بحبوش يعني. حبايه فلفل اخضر مكعبات، حبايه فلفل احمر مكعبات، معلقتين ذره، نص كوبايه فاصوليا حمراء مسلوقه، قرن فلفل حراق، فصين ثوم، صدور فراخ مكعبات، صدرين فرخه مكعبات بقطعهم مكعبات وايه بسلقهم، كوبايتين سلق الفراخ، سلق المرقه بتاع سلق صدور الفراخ مش الفراخ الكامله عشان تبقى خفيفه، شايفين بيبقى لونها خفيف ازاي. هستعمل كوبايتين من شوربه سلق صدور الفراخ، وهستعمل كوبايه لبن خالي الدسم. اللبن كله كالسيوم ومغنيسيوم، ودي من الحاجات المهمه جدا 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 لمريض السكر. هستعمل ربع كوبايه كزبره خضراء، رشه كمون، ملح وفلفل، وهستعمل 3 معالق كرات مفروم، وهستعمل لو تحبوا مشروم. المشروم من الحاجات اللي لقوها فعلا مفيده جدا لمرض السكر وتنظيم السكر في الدم، يعني لغايه دلوقتي بيبقى عليه ابحاث كتير جدا عشان يعرفوا ايه سر الفايده الغريبه دي سبحان الله للمشروم. انا عايزه اسخن الطاسه، هنقول المقادير من تاني. بصلايه مفرومه، عود كرفس فرنجي، حبايه فلفل اخضر مكعبات، حبايه فلفل احمر مكعبات، معلقتين ذره، نص كوبايه فاصوليا حمراء مسلوقه، قرن فلفل حراق، فصين ثوم، صدرين فراخ متقطعين مكعبات ومسلوقين، وبحتفظ بميه السلق بتاعتهم، هاخد منها كوبايتين مرقه، وهستعمل كوبايه لبن خالي الدسم، ربع كوبايه كزبره خضراء، رشه كمون، ملح وفلفل، 3 معالق كرات مفروم، وممكن نستعمل كمان زي ما قلت لكم مشروم في الشوربه دي، هيبقى حلو قوي. اول حاجه الكرات بتدي طعم مسكر للشوربه اصلا. كرات الفرنجي اللي هو عامل زي البصل الاخضر بيدي طعم حلو قوي للشوربه. معلقتين زيت بساط، وهشوح الكرات والفلفل الحراق، ما تكتريش مش شطه قوي يعني، لان برده مش اي حد بيحبها الا بقى لو كل في العيله بيحبوها. وادي البصله المفرومه ناعم، استاذ عسكر. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك، منوره الشاشه ومنوره الدنيا. تسلم يا رب، بنورك. الله يخليكي انت وقناه الحياه دايما. الله يخليك، الف شكر. اخبار حضرتك ايه؟ وبارك لكم كده يوم الثلاث بفوز الاهلي برضه. ربنا يسهل لما نشوف. الله يخليك. انت بتغزني. لا لا لا، ما قدرتش، انت عارفه انت اختنا. الله يخليك، تسلم والله. الله يخليك. بمناسبه عيد ميلاد والنبي ملك محمد الشاذلي، عاوزين كده البسيمه طريقه من عينيا الاثنين، هنقول لك البسيمه. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وانت طيبه يا ملك، وانت حضرتك طيب، ميرسي قوي. اخدوا دقيقتين مثلا على النار، بص طريو الفلفل اللي انا عايزاه يبقى واضح في الشوربه، مش عايزاه يبقى طري، هحطه في الاخر. ادي الاخضر والاحمر مش كله عشان عايزه ازوق بشويه في الاخر. الشوربه دي شوربه انجليزي اصلا، بيعملوها في الريف الانجليزي علشان تدفيهم. المشروم، بسم الله الرحمن الرحيم، الثوم، ما تكتريش زيت فيها، ما تكتريش دهون. طبعا اي حد بيعمل دايت الحاجات دي برده بتبقى حلوه ليه، لان انت ليكي معلقه زيت في اليوم، يعني حتى في الدايت ليكي معلقه زيت في اليوم. احنا حطينا معلقتين على الحله كلها،
يعني حتى لو شربتي من الشوربه دي مش هتاخدي معلقتين الزيت كلهم بتوع اليوم. يا ريم، يا ريم. نعم. ايوه حبيبي، ازيك؟ الو. ايوه يا ريم، عندك كام سنه يا ماما؟ انا عندي 20 سنه. 20؟ اه. اوكي ماشي. اوكي، عينيا ليكي. عايزه ايه حبيبتي؟ يا ريم، السلطه بتتعمل ازاي؟ السلطه اللي عملناها دي هقولها لك تاني في اخر الحلقه من عينيا. هعيد اخر الحلقه ان شاء الله الوصفات كلها. خلاص بصوا كده ريحتها طلعت، الكرات والبصل اتحمروا قوي، الفلفل مش قوي. هاجي بقى اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هحط مرقه الصدور، وهحط اللبن. انا مش هحط كريمه، انا هحط لبن خالي الدسم، مش هحط كريمه. وبعدين هحط عليها الفاصوليا الحمراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط الذره، ما هي شوربه بقى. كل ما الاكل زاد الوان يا محمود كل ما معناه ان في مضادات اكسده اكتر، كل ما بقى افيد اكتر كده اهو. احنا عايزين يبقى الاسبوع الجاي نتكلم ايه هي مضادات الاكسده وبنعمل بيها ايه. ادي فلفل اسود رشه، مش اكتر من رشه، ونظبط ملحها، وهنرش الكمون بقى عليها، وهنسيبها تغلي شويه صغيرين مش كتير. خدوا بالكم ان تقريبا كل حاجه فيها مستويه، مجرد بس الشوربه تعت شويه. هنخليها، هي لسه ما غليتش، هنخليها تغلي وهنتكلم قبل ما نطلع على الفاصل. انا هخلي بس الفلفل جنبي عشان ازوق بيها، والكزبره الخضراء هحطها في الاخر. البقول كربوهيدرات عاليه الجوده، بروتين خالي من الدهون، فالبقول من الحاجات المهمه قوي ان مريض السكر ياكلها، مريض السمنه ياكلها. انا مش عايزه اقول لكم ان الفاصوليا البيضاء مثلا من الحاجات اللي في السمنه، في دكاتره بتقول لك ما تاكليهاش، لكن لا، البقول من الحاجات اللي بتنفش في المعده جدا، بتشبع جدا، امتصاصها وهضمها بطيء، فبتحسسنيش بالجوع، بتخليني افضل شبعانه فتره طويله، وهي بالنسبه لمريض السكر بتظبط لي السكر، بس ما كترش منها لا في السمنه ولا في السكر. يعني اكلها باعتدال بالحاجات اللي هي مفيده فعلا، بس اكلها باعتدال، يعني ما اخدش راحتي قوي 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 فيها. يعني انا حاطه على الشوربه نص كوبايه فاصوليا حمراء، وحاطه معلقتين ذره، اكلها باعتدال، لان هي ممكن كترها يعمل لي مشاكل، فانا اخد بالي ان انا اظبط الموضوع. انا مش عايزه امشي على رجيم، انا عايزه اظبط حياتي. ومرض السكر دي من الحاجات او الامراض اللي انت ممكن تتصالحي مع نفسك فيه كويس جدا لو انت مشيتي على الاكل صح، يعني من الامراض اللي ممكن الاكل ياثر جدا في تطورات المرض سواء بالسلب او بالايجاب، فعشان كده لازم اكون حذره جدا في الاكل. مش معناه ان انا الغي من حياتي حاجات كتير، لا، اقننها بس، يعني اخدها ببساطه، علشان يعني ما ينفعش مثلا اجي الغي وجبه. ما في ناس تفتكر انها عشان تعمل كنترول على السكر تشيل وجبه، لا، طب ما انت ممكن تعملي هبوط مفاجئ في مستوى الانسولين يعمل لك مشكله، خصوصا الناس اللي بتاخد ادويه بتاخد انسولين. ما ينفعش ان انا اشيل وجبه، ما ينفعش ان انا اقلل اكل للاخر، ما ينفعش ان انا اشيل اكل من الحاجات، يعني اشيل الكربوهيدرات من اكلي، فلازم اقنن الموضوع، يعني اكل كل حاجه بتقنين. يعني اعمل ايه؟ يعني اكل الكربوهيدرات المفيده، ما اكلش عيش ابيض، اكل عيش اسمر، خلاص يبقى انا اديت الجسم كربوهيدرات. اكل برضو بالنسبه المسموح فيها، يعني الكربوهيدرات دي لازم تبقى 50% من الاكل. هتغلي الشوربه، بصوا اهي كل الحاجات اللي فيها تقريبا مستويه، اللبن اداها لون. طبعا افتح من الكريمه، وخدوا بالكم انه المرقه برضو بتاعتها فاتحه، لان هي مرقه صدور فراخ، فبتبقى خفيفه مش دسمه خالص. هي هتاخد لها على النار شويه صغيرين، مجرد الحاجات تستوي كلها. هوطي بس عليها، بسم الله الرحمن الرحيم. ال
الشوربه. هنروح لفاصل ولا نكمل؟ هروح لفاصل على الشوربه بتستوي معانا، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد. خلصت الشوربه، دوقتها طعمها فظيع وحراقه مشطشطه للناس اللي بتحب الحراق. هنغرفها، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الكزبره الخضراء الاول، بنحط الكزبره قبل ما نغرفها على طول عشان تبقى فريش وطعمها فريش معانا. كده اهو بتدي طعم فظيع الكزبره الخضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الجو ده الواحد الشوربه دي اساسيه. راهو شايفين انا الفلفل الاحمر والاخضر ما شوحتوش كتير عشان يبقى باين كده، علشان يبقى واضح. وزي ما محمود كان بيقولي دلوقتي الالوان كتير، هي الالوان كتير ده معناها ان الطبق افيد واحلى كتير. بسم الله. وهنيجي نرش عليه شويه كزبره اكسترا للناس اللي بتحب الكزبره الزياده اهو، وبنقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي شوربه الخضار الحاره، شوربه خضار مختلفه عن شوربه الخضار اللي بنعملها في البيت، بس طعمها حلو على ضمانتي، جربوها حلوه جدا. هعمل دلوقتي سمك سلمون. سمك سلمون من اكتر الحاجات المليانه اوميجا 3، ومن اكتر الحاجات المفيده للمخ وللدماغ ولنسبه ذكاء الاطفال ولكل حاجه. فهنعمله بطريقه سهله وطريقه حلوه. هحط فيه جنزبيل، وده برده من الحاجات المهمه لمريض السكر، بس كتره بيعمل مشاكل برده ليه. سمك السلمون بالصويا، صويا صوص والجنزبيل. نص كيلو سمك سلمون ترانشات. خدوا بالكم ان في فرق بين سمك السلمون وبين السمون في ميه. السمون في ميه ده مستوي، بيحطوه يتدخن على خشب مخصوص، ما بقاش موجود عندنا هنا اهو. بنعمله في مصر بطريقه مختلفه شويه، بس هو الاصول بتاعته انه بيخش بيتدخن على خشب مخصوص، بيقعد فتره طويله لغايه ما بيستوي. لكن سمك السلمون ده ني، سمك سلمون ني مش مستوي. السمون في ميه مش محتاج ان احنا نسويه على النار، بيتاكل على طول، لكن ده ني. نص كيلو سمك سلمون، معلقه مستردة، معلقتين جنزبيل مبشور، 3 فصوص ثوم، معلقتين صويا صوص، 3 معالق كزبره خضراء، رشه سكر، رشه بسيطه، بصلتين خضر مفرومين. من تاني، نص كيلو سمك سلمون، معلقه مستردة، معلقتين جنزبيل مبشور، 3 فصوص ثوم، معلقتين صويا صوص، 3 معالق كزبره خضراء، رشه سكر، بصلتين خضر مفرومين. اوكي، بعمل ايه؟ بجيب بوله واخلط فيها التتبيله كلها، بصل اخضر، الجنزبيل، كل ده بحطه في التتبيله لان بعد كده انا هشويه على الجريل. ممكن تشويه في طاسه تيفال مثلا او ما بتلزقش، فده كله هيدي طعم فظيع في الشوي. وادي المستردة، حتى الكزبرة الخضراء هحطها برضو في التتبيلة. بعد كده هقدمه بقى على رز بالبخار او رز مسلوق. بسلق الرز ازاي؟ بسلقه زي المكرونة، مية بسخنها واسقط فيها الرز، مية كتير زي المكرونة بالظبط. الرز البسمتي بيبقى حلو قوي كده اهو. ودي ادي رشة السكر، وادي الكزبرة. الرز البسمتي بيبقى حلو قوي بالطريقه دي، اللي هو يتسلق زي المكرونه وبتبقى دهونه قليله جدا، لان اصلا الرز البسمتي النشا فيه قليل، اقل من الرز المصري بتاعنا، فبيبقى سعراته اقل بكتير علشان النشا قليل. حتى انت لما تعمليه تلاقيه مفرفط من بعضه، مش مكبوس في بعضه زي الرز بتاعنا. هحط ملح وفلفل، بقلب التتبيل. المفروض طبعا ان انا احطه في التتبيله دي كذا ساعه. عايزين
دي الحاجه بتاعت الوصفه الجايه هنشيلها. كده اهو. بعد كده انا هحط معاهم بقى ايه شويه ميه، شويه ميه صغيرين علشان اخليه يشرب التتبيله اكتر، يعني معلقتين ثلاثه ميه مش اكتر. وبعد كده باجي اعمل ايه، هدعك السمك ده في التتبيله كويس علشان يشربها. وزي ما قلنا احنا المفروض ان احنا نسيبه 3 4 ساعات في التتبيله علشان اضمن انه خدها كلها، لان هي فيها حاجات خشنه شايفين، فده كله انا عايزاه ياخد الطعم منه. عارفين لو هي كلها سايله في بعضها مش لازم تدعكي بيها، لكن علشان فيها بصل وفيها الحاجات خشنه فلازم تدعك فيها. انا طبعا مش هسيبها كذا ساعه عشان وقت الحلقه، بس هو المفروض يعني باعتبار ان احنا سيبناها كذا ساعه. وبعد كده بسخن الجريل واجي هاخدها باللي عليها ده. بسم الله الرحمن الرحيم، واروح حطاها تتشوي. حذاري انك تقلبي فيه ولا هيتفتفت ويبوظ وتبقى حالته حاله، ما ينفعش تقلبي فيه. الصوص ده انا هخليه في الاخر هوريكم هعمل بيه ايه، هسيبه بقى يتشوي. هعمل الوصفه الثانيه، هعمل سلطه ثانيه. ليه سلطه ثانيه؟ لان السلطات من الحاجات المهمه جدا جدا لمريض السكر، ومن الحاجات اللي بتديني الياف كتير فبتخليه يشبع. في ناس بتقول دايما ان مريض السكر على طول جعان، بس انا شايفه ان دي حاجه في دماغه، يعني حاجه نفسيه اكتر او تعود. يعني انا ايام ما كنت تخينه زمان كنت جالي فتره بعد رابع بيبي، طبعا انتوا عارفين بعد حمل الولاده تخنت بعد رابع بيبي، كنت على طول جعانه، على طول عايزه اكل ما بشبعش. يعني وانس ان انا اتعشيت بعد شويه الدنيا برد، طب اكل حاجه تسليني، اكل حاجه تدفيني، دي مشكله. فلازم كنترول في الناحيه دي، كنترول على عقلك قبل بطنك، لان لما بتحطي في بالك ان انت هتجوعي وهتاكلي وهتدفي لما تاكلي كل شويه باظت الدنيا معاكي. فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. عشان كده انا عامله سلطه ثانيه هقول لكم المقادير بتاعتها. هعمل سلطه بالسي فود، السلطه دي حلوه قوي و هتجمع الخضار مع السي فود. والسي فود برضو احنا قلنا عشان الاوميجا 3 من الحاجات المهم ان هو مريض السكر ياكلها. انا هسخن الطاسه وهنقول المقادير بتاعت السلطه. انا هستعمل اي مكونات سي فود عندنا. عبد الفتاح الو، مساء الخير يا استاذه. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ والله انا مسرور جدا اني شايف النهارده طباخه سيده، دايما يجيبوا لنا الشيف شيف، فانت بتثبتي لنا ان المراه هي المراه برضو يعني. الله يخليك، شكرا لحضرتك، متشكره جدا. الله يحفظك. مش عايزه اقول لك ان نفس الست في الاكل بيبقى حلو، انها بتطبخ في بيتها اصلا. ما كلش الا من ايد مراتي طبعا. يعني حتى لو انا بطبخ ما كلش الا من ايديها، المراه هي المراه طبعا. ربنا يخليها لك يا رب. السمك اللي حضرتك عملتيه ده لو اتقلى في الزيت يكون برضو كويس ولا الشوي افضل؟ الشوي افضل، بس حضرتك ممكن تحط معلقتين ثلاثه زيت زيتون على الشوايه وهو بيتشوي، هيديك فليفر مختلف. انا بس عايزه اقلل الدهون، ان انا عامله الحلقه النهارده لمرضى السكر والدايت. فلو انت في البيت بس، لكن يتقلي ديب فراي زي السمك العادي مش هيبقى حلو، السلمون ما بقاش حلو ابدا مقلي. لكن احنا ممكن يعني ممكن نعمل كده اهو، نحط معلقتين ثلاثة زيت على الجريل اهو. هبقى انا مسكت العصايه من النص كده اهو. دي افضل طريقه لشوي السلمون. احنا ما قلناش الزيت او ما عملناش الزيت في الاول علشان نقلل بس من السعرات قدر الامكان، لكن هو كده اهو السمك السلمون احلى طريقه ليه ان هو يتشوي. احنا دلوقتي هنقول المقادير بتاعت السلطه. انا هستعمل
حوالي 350 جرام او 300 جرام من سي فود مشكل. سمك جمبري، كالماري، كابوريا، الكلامز اللي هي القواقع اللي هي بلح البحر مثلا او جندوفلي، اللي انت عايزه تستعمليه استعمليه، مش هتفرق خالص حتى لو استعملتي نوع واحد. هستعمل بقى كمان ايه؟ خس كابوتشا الموجود برده، عايزه خس بلدي اوكي. احنا مش عايزين في السلطه مقادير محدده، يعني احنا بندي اختيارات، اللي يمشي عندي موجود في البيت هيمشي، لقيت خس هحطه، ما لقيتش خس خلاص هستعمل الكابوتشا، ممكن ما استعملش ده ولا ده، استعمل جرجير، هيقول لا مش هيقول لا، هيشتغل برده. خلاص؟ بس انا بديكي الاساس، يعني هي المفروض تتعمل كده اهو، ما لقيتيش ممكن تبدلي، لان السلطه مش حاجه يعني مش قصه معضله، لكن لو انا مثلا في الكب كيك اللي احنا هنعملها النهارده، لو انت جيتي بدلتي فيها حاجات بوظت الدنيا، فلازم تكوني قادره على تمييز ايه اللي يتبدل وايه اللي ما يتبدلش. السلطات، الاكل المالح بصفه عامه بدل مش معجنات، بيبقى سهل جدا ان انت تغيري فيه، تشيلي اللي انت مش عايزاه وتحطي اللي انت عايزاه. فاحنا بقى عندنا خصايه كابوتشا، نص خصايه بصلايه شرايح هدعكها في خل وشويه ملح او شويه سكر بسيطه، لو مش عايزه تحطي السكر حطي ملح. هستعمل 3 معالق كزبره خضراء، لو عندك خس الوان فلفل الوان اوكي هيبقى حلو برده في الموضوع. حبتين طماطم صغيرين بقطعهم ترانشات، يعني باخد الجلده من غير الميه بتاعتهم. رشه كمون، ليمونه معصوره، معلقتين خل ابيض، شويه شطه، معلقتين زيت زيتون. خلاص؟ هنقول تاني المقادير بتاعتنا، هستعمل حوالي 300-350 جرام من اي سي فود عندك، او حتى لو حاجه واحده بس مفيش مشكله. هستعمل نص خصايه كابوتشا، بصلايه شرايح هدعكها في خل وسكر او خل وملح، بس انا بحب السكر لانه بيدي طعم مختلف للبصله، يعني الحرقان والريحه المش حلوه والطعم بتاع البصله بيروح فبيبقى طعمها احلى كتير. 3 معالق كزبره خضراء، خس الوان او فلفل الوان، اي حاجه ملونه بتدي لون حلو قوي للسلطه دي. معلقتين مايونيز، طماطميتين هاخد الجلد واقطعهم، اللي هو الجلد باللحم بتاعهم اقطعهم، بشيل بذر يعني، ملح وفلفل، رشه كمون خفيفه، ليمونه معصوره، معلقتين خل، رشه شطه، معلقتين زيت زيتون. هاجي اشتغل، ادي السلمون، بصوا ادي كده وخلص. انا مكانه بقى هحط التتبيله دي، بس بعد ما اشيله هحط التتبيله بتاعته مكانه. السلمون ده زي ما قلنا هنقدمه مع رز، بسم الله الرحمن الرحيم، رز مسلوق. هنعيد السلطه حالا بس، اوكي هنحط بس السلمون، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقدم كمان معاه مشروم بطريقه حلوه هقولها لكم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقليبه بسيطه، ثواني بس يا احمد، دي التتبيله، ثواني كده اهو، واروح شايلاها وحطاها على السمك اوكي، لان اصلا الثوم والجنزبيل كل والصويا صوص بقى على الجريل بيبقى ريحتهم وطعمهم فظيع، لما بتحطوا مع السمك بيديله طعم ولون رائع كده اهو. فاضل بقى هنا ايه اخر حاجه، المشروم في الطبق ده. هنعمل المشروم ازاي؟ انا هحط كذا حبات مشروم، بس هعمله ازاي؟ هجيب المشروم هروح سقطها في الميه، ميه سخنه، بسم الله، ثواني يعني انا مش عايزاه يبقى طري بقى وشكله مش حلو وطعمه مش حلو، مجرد ثواني في ميه مغليه. هجيب بس سباتشولا، بصوا هو احنا قلنا زي الاسفنجه بيشرب الميه، فانا مش عايزاه يشرب الميه، انا عايزاه بس يطرى بسيط عشان ما يبقاش مقرمش من جوه. ونقطه زيت زيتون او على الجريل لو الجريل سخنه، هحط نقطه الزيت على الجريل، خليها بالفرشه ايوه علشان ما يبقاش كتير الزيت،
واروح جاي بقى هجيب الكلاب احسن، واروح حاطه المشروم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ما خدش دقيقتين في الميه السخنه، واقلبه كل شويه عشان دي جريل فيها خطوط، فعلشان يعمل لي خطوط عليها. بس ايه، هستنى شويه علشان ما يكونش لازق، علشان يفك. احنا قلنا الحاجه لما بتستوي بتفك. هشيل الميه بتاعته، يبقى احنا حطيته في ميه مغليه دقيقه ونص. وبعد كده اهو، يا اما في الطاسه فيها معلقه زيت، يا اما على الجريل مطرح ما شويت السمك واروح عاملاه. وبعد كده هحطه جنب الرز والسمك. اعيد لك مقادير السلطه عشان تنزلها. عينيا. السلطه السي فود زي ما قلنا 300-350 جرام من سي فود مشكل اللي موجود عندي. سمك كاليماري، جمبري، رجلين كابوريا اللي هي الكراب ليجز دي، اي قواقع عندي، جندوفلي، بلح البحر، اللي موجود هستعمله. حتى لو استعملت كاليماري لوحده او سمك لوحده اهو خلاص، هي مش هتاخد وقت طويل. انا مش عايزاها، انا عايزه المشروم يكون في سنه قرمشه اهو. ادي المشروم، يعني بصوا من جوه هيبقى لسه مقرمش. لو الكاميرا جابته من جوه هتلاقوه لسه مقرمش، يعني طعمه مقرمش. فهي حلاوته كده، ما ينفعش ان انا اخليه طري. بعد كده شويه كزبره. مش عايزه اقول لكم بقى طعم الاكله دي تحفه. هنرجع للسلطه تاني. يبقى السي فود مشكل او نوع واحد او نوعين اللي عندك هتستعمليه. هستعمل نص خصايه كابوتشا، بصلايه شرايح بدعكها في خل وسكر. ما نزلناش برده بالمقادير. ايوه. ثلاث معالق كزبره خضراء، خس الوان او فلفل الوان اللي موجوده عندك، معلقتين مايونيز، حبتين طماطم متقطعين شرايح، ملح وفلفل، كمون، ليمونه معصوره، معلقتين خل ابيض، ربع معلقه شطه او لو عايزه اي شطه اي كميه، معلقتين زيت زيتون. خلاص هنعمل ايه؟ ممكن نحط مستردة لو عايزين كمان، بتبقى حلو. باجي في فص الثوم، على النار نقطه زيت، واروح منزله بالسي فود. السي فود انا مش سلقاه، انا عاملاه نص سلق، نص سلق بس. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حطاه في الميه واخداه نص سلقه، وبعد كده اهو بقلبه. ممكن تخليه زي ما هو، يعني بصوا تقريبا ما فيش زيت في الطاسه. بصوا الطاسه تقريبا ما فيهاش زيت، كاني بقلبه في الطاسه كده كانها جريل. عايزه تخليه مسلوق وتقلبيه بتوم مثلا، اوكي. بس التقليبه دي مع ربع معلقه زيت هتديله ريحه وطعم حاجه تانية. اهو كده اهو، لغايه لما احس ان هو نشف الميه اللي فيه واخد لون. بصوا يعني لما يتقلب كده اخد لون. الكاليماري برضو اخد لون وريحه طبعا، لان المتشوح ده غير المسلوق. كده اهو. وبعدين احطه على جنب. هاجي بقى اعمل ايه؟ هاجي اخلط الخس، بسم الله الرحمن الرحيم، الفلفل الالوان. كل ما كتري الالوان كل ما ده كان افيد. ادي الوان البصله، بدعكها بخل وسكر، وادي الطماطم، الكزبره الخضراء، بقلبهم مع بعض، واعمل الدريسنج
انا السي فود اهو جنبي مش حطاه مع السلطه. هاجي بقى اعمل ايه؟ هحط هنا بس عايزين سبيتشولا صغننه. المايونيز استعمليه لايت. احنا قبل كده قلنا طريقه المايونيز اللايت، فاكرين لما عملناها في الاول زمان؟ هقول لكم ازاي تعملوها دلوقتي. لو هتحطي مستارده اوكي، ادي المستارده وقعت. المايونيز لو هنعمله لايت هخلص الدريسنج واحطه وهقول لكم حالا الطريقه بتاعتي. طريقه ممتازه وطعمه ولا يمكن تقولي ان هو لايت. فاضل الملح، ما حطيناش ملح. طبعا وانت بتسلقي السي فود ما تنسيش ورق اللورا، ما تنسيش الثوم، اللي هي المنكهات اللي تديني ريحه وطعم حلو. اهي ادي الدريسنج، هحط نقول تلتينها بسم الله الرحمن الرحيم على الخضار. بسم الله الرحمن الرحيم اوكي، يبقى مش كلها، تلتينها على الخضار. هيبقى معلقتين زيت الزيتون، انا خدت منهم معلقه مع السي فود شوحتهم، والمعلقه الثانيه هحطها على السلطه. وزي ما قلنا احنا زيت الزيتون ده دهون غير مشبعه، احاديه ممتازه. اهي ادي السلطه، بعد كده باجي اغرفها. انا مزوقه الطبق بفراخ خاص وليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الليمونه تبان بس كده اهو. انا حطيت الخضار لوحده من غير السي فود. بعد كده هاجي على الوش، بسم الله الرحمن الرحيم، هروح حاطه السي فود. واخر حاجه بحط عليه بقى بقيه الدريسنج اللي انا عاملاه، بس بحطه ازاي؟ كده يعني زي نقط انا قطعها عليه. اها كده اهو، عشان ايه؟ يدي لون، لان خدوا بالكم المستردة مع الشطه مع المايونيز مديه كذا لون في بعض. وبعد كده بقى اخر حاجه كده رشه كزبره خضراء حلوه وجميله. يا سلام، وريحتها تدعوكم الى الاكل. ادي سلطه السي فود، وادي العيش. فاضل لنا بقى الحلو بتاع النهارده. اخر حاجه هنعمل حلو حلو لمرضى السكر. اولا الدهون فيه قليله جدا، السكر فيه قليل، طعمه حلو جدا، ولا يمكن تحس ان هو ده كب كيك لمرضى السكر. هنقول المقادير بتاعتنا بتاعت الكب كيك. احنا فاضل لنا كام فاصل يا محمود؟ واحد. طب نعمل كب كيك الاول ولا نقول مقادير ونطلع فاصل؟ طب ماشي، نقول مقادير الكب كيك ونطلع فاصل. فين مقادير الكب كيك؟ انا هستعمل في الوصفه دي تفاح مبشور. التفاح المبشور ده انا هبشره بقشره، يعني مش هقشره، هستعمل قشر فيه. هيديني طعم حلو في الكب كيك، وفي نفس الوقت هيديني قيمه غذائيه اعلى. احنا عارفين طبعا ان اغلب الفيتامينات بتبقى موجوده في الفاكهه تحت القشره مباشره، فلما بقشرها بتفقد كتير قوي من الفيتامينات اللي فيها. فعشان كده احاول الخضار والفاكهه استعملهم بقشرهم، خصوصا الناس اللي محتاجه الياف، الناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي عندها مشاكل في القولون. طبعا تقلل حكايه الالياف دي شويه الله يعينهم، لكن مريض السكر محتاج الياف كتير. كب كيك بالتفاح لمرضى السكر. هنقول مقادير وهنطلع لفاصل، وهنرجع بعد الفاصل بقى نعمل الكب كيك مع بعض. 3 ارباع كوبايه دقيق اسمر كامل، نص كوبايه دقيق عادي، ربع كوبايه زيت، بيضايه. احنا ممكن ننزل بالمقادير لو سمحتوا. 3 ارباع كوبايه دقيق اسمر كامل،
نص كوبايه دقيق عادي، ربع كوبايه زيت، بيضايه، فانيليا، معلقه صغيره قرفه. القرفه من الحاجات المفيده جدا، لازم على الاقل كل يوم نص معلقه قرفه عشان تنظيم السكر في الدم. يعني حتى لو مش عايزين تاخدوها في اكل، مع شويه ميه مغليه كده واشربوا القرفه. نص معلقه قرفه في اليوم، معلقه صغيره ممتازه. تلت معلقه صغيره جنزبيل باودر، نص معلقه صغيره بيكنج سودا، نص معلقه صغيره ملح، تلت كوبايه لبن رايب او زبادي اللي عندك، تفاحتين مبشورين بقشرهم، نص كوبايه احدى بدائل السكر. يعني ايه؟ يعني مثلا سكر فاكهه، اي حاجه من انواع الاسبرتام، ولو انا ما بفضلوش قوي سكر الفاكهه افضل. بس خدوا بالكم من حاجه، ان سكر الفاكهه برضو كتره بيتركز في البطن، وكتره بيزود الترايجليسرايد. فيعني ناخد بالنا برضو ان احنا ما نفتريش فيه. يعني حتى لو هو سكر فاكهه سعراته اقل من السكر العادي، ان معلقه السكر العاديه 40 كالوري، سكر الفاكهه 16 كالوري. بس ما كترش منه، يعني استغنى شويه عن السكر في حياتي، ما كتروش. انا عامله الكب كيك ده بيعمل لي كميه كبيره، بعامله نص كوبايه من سكر الفاكهه مثلا، بحيث كل واحده يبقى فيها كميه قليله من السكر. انا مستعيده عنه بالسكر الموجود الطبيعي في التفاح. هقول مقادير تاني، تلات ارباع كوبايه دي اسمر كامل، نص كوبايه دي عادي، ربع كوبايه زيت، بيضايه، فانيليا، معلقه صغيره قرفه، تلت معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره بيكنج صودا، البيكنج صودا اللي هي كربوناته اللي هي صودا الخبز، ونص معلقه صغيره ملح، تلت كوبايه لبن رايب او زبادي، تفاحتين مبشورين. بصوا ادينا بشرينهم بالقش، انا عايزه الكاميرا تجيب شكل التفاح بالقش اهو، ونص كوبايه احدى بدائل السكر، وانا افضل اهي شايفين التفاح مبشور بقشره. خلاص دلوقتي احنا ممكن نروح لفاصل، هروح لفاصل وهرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد. هنعمل دلوقتي الكب كيك اللي احنا قلنا على المقادير بتاعته قبل الفاصل. انا هعمل ايه؟ هحط اول حاجه البيضايه، بسم الله الرحمن الرحيم، مع الفانيليا، الزيت، والرايب، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قلنا رايب او زبادي، الاثنين هيمشوا، والسكر، والقرفه، والجنزبيل. دول اول حاجه هضربهم مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. استنى، فيشه تقريبا، هنضربهم مع بعض، وبعد كده اهو انا هحط البيكنج باودر او بيكنج صودا سوري على الدقيق. هنستعمل زي ما قلنا دقيق الكامل. طب لو ما فيش دقيق كامل خلاص، يبقى دقيق بالرده ارحم، يعني هيبقى ارحم من الدقيق الابيض. طيب ينفع اجيب رده واحطها على الدقيق الابيض؟ لو هعمله دي بالرد او دي اسمر اوكي، لكن مش هيبقى دي كامل كده اهو. هبتدي احط الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، والدقيق التاني، بعد كده اهو اهي هي لمت ما فيهاش حاجه. هحط بقى التفاح بالسباتشلا، مش محتاجه العجينه، هي كلها لون بسيطه وناعمه، فممكن ما تعمليهاش بالخلاط، يعني ممكن تعمليها بالمضرب السلك. هجيب بس سباتشلا جامده، ايوه واروح حاطه التفاح المبشور، قلنا هنبشره بقشره، بسم الله الرحمن الرحيم. واروح مقلباه مع خليط الكب كيك، وبعد كده اهو انا هحطه في القوالب الكب كيك اللي هي مش محتاجه صواني كب كيك، اللي هي ماسكه نفسها اصلا.
كده اهو اهو القالب مش محتاج صينيه كب كيك عشان يتحط فيه. هجيب المعلقه، ما كتريش بقى يعني، احنا قلنا هناكل كل حاجه بس الاعتدال. انتوا لو تلاحظوا انا عاملاها فلات، يعني مش عاملاها ملفوشه ومليانه، عاملاها فلات خالص عشان تبقى الكميه قليله، مش مستعمله ورق الكبير اللي بتاع المافن، يعني كفايه واحده، كفايه الحجم ده علشان ناكل كل حاجه فعلا، يعني نقدر ناكل كل حاجه وما نلخبطش الدنيا، وما نجيش بعد كده نتخن او نقول الدنيا باظت. ايوه انا بقى بصوا مزوقاه بايه؟ بتفاح خلطاه بالقرفه. يعني احنا هنملاها لاكتر من نصها بشويه صغيرين، وهندخلهم بياخدوا تلت ساعه في الفرن بس مش اكتر، فرن 180. وبعد كده اهو هبقى بشره تفاحيه وحط عليها معلقه قرفه. ليه؟ عشان لون التفاح بيتغير، فالقرفه تخلي لونه من الاول اللون البني. وبعد كده باجي يا احمد هروح حاطه عليها، لان طبعا مش هينفع احط فروستنج ولا سكر ولا الكلام ده، مش الدنيا هتبص على الاخر كده اهو. نزوقه بشويه تفاح مبشورين، نلفها عشان برضو يبقى شكلها حلو، وما اقولش بقى ده اكل عيانين، لا ده اكل حلو طعمه حلو، وزي ما قلنا البيت كله ياكله، احنا مش هنعمل اكل شخص واحد ياكله، لا ده البيت كله ياكل الاكل عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. سكر الفاكهه فيه مشكله على الاطفال؟ ما فيهوش مشكله على الاطفال، بس ما نكترش. يعني مثلا انا هاكل كب كيك بس مش لازم فطار وغدا وعشاء، مش لازم، ده اللي انا بتكلم فيه، ان انا اكل كل حاجه بس ايه ما بوظش الدنيا بقى. اهي كده اهو شويه صغيرين على كل واحده بحيث تدي شكل حلو كده ديكوريشن وطعم برضو حلو، لان التفاح الفريش بقى هيدي طعم مختلف عن التفاح اللي موجود جوه الكب كيك. احنا دلوقتي ممكن بقى نعيد ايه الوصفات بتاعتنا. زي ما قلنا الكب كيك اهو شايفين شكلها حلو ازاي، شكلها حلو جدا، سعراتها قليله جدا، تنفع في الدايت. الله يخليك وايدك، تنفع في الدايت، تنفع لمريض سكر، مريض السمنه، زي ما قلت بس ما نكترش منها الاعتدال، يعني ما نقولش الصبحيه اكل بالليل واكل تاني اقلل. وعلى فكره الكربوهيدرات بصفه عامه يستحسن ان احنا ما نكترهاش بالليل، يعني كفايه قوي ربع رغيف بالليل، اخد نص رغيف الصبح وربع رغيف بالليل، بس ما ينفعش بقى نص رغيف بالليل. هاكل في العشاء رغيف يعني عيش بلدي، بس مش لازم اكل رغيف، مش لازم اكل نص، ربع كفايه، اكل سلطه معاه، خيار، اكل حاجات تملى بطني وما تخلينيش اجوع وفي نفس الوقت ما تضرنيش. الكب كيك هندخله فرن 180. هنقول بقى الوصفات تاني كلها اللي عملناها النهارده، احنا عملنا ست حاجات. ابتدينا اول حاجه بخبز الشوفان، سهل وبسيط وحلو. ادي العيش يا محمد، خبز الشوفان كوبايه ونص دقيق كامل، نص كوبايه دقيق ابيض، نص كوبايه شوفان، الشوفان العادي الاولد فاشن اللي هو العادي خالص اللي بنعمله باللبن، معلقه خميره، معلقه خميره كبيره طبعا، معلقه سكر، نص معلقه ملح، ثلاث معالق زيت، كوبايه ميه، وزي ما قلنا احنا كوبايه الميه دي ممكن نبدلها بكوبايه حلبه، يعني الميه بتاعت الحلبه، وشويه شوفان علشان الوش. بعجن المقادير كلها مع بعض، ما فيهاش اي حاجه خالص، عجن عادي، بس استمر في العجن 10 دقائق عشان يطلع هش معايا ومنفوخ كده، 10 دقائق العجن علشان يطلع الرغيف منفوخ وحلو كده، شكله حلو عليه القيمه. بعد كده اهو بأشرطه من هنا، اجي واحده وهنا الثانيه، شايفين مكانهم؟ بالسكينه ادهنه يا اما بزيت يا اما بميه يا اما بلبن، وارش عليه شوفان واسيبه يخمر. شايفين مطرح ما خمر الحته اللي انا شقاها بالسكينه ما فيهاش شوفان، عشان كده بقول لك ان انت بترشي الشوفان على الوش وبعد شويه بتلاقي ان لما بينفش الشوفان بيقل وبيبعد عن بعضه في الشقوق. اهي هنا شق صغير وادي الشقين. بعد كده اهو بدخله بعد ما ينفش وتضاعف في الحجم، بدخله الفرن 180 190
لغايه لما ينفخ ولونه يتحمر. بس خدي بالك لو انت عايزاه مقرمش قوي، عايزه القشره اللي هي السميكه بتاعه العيش على الاخر كده، افتح الفرن وارش فيه ببخاخ ميه شويه ميه صغيرين واقفله تاني 3 دقايق واطلع العيش. بعد كده هيعمل لي طبق كراست كده ناشفه. ده خبز الشوفان. إيه عملنا كمان؟ السمك السلمون بالصويا صوص والجنزبيل. انا استعملت نص كيلو سمك سلمون، سمك سلمون مش سموم في ميه، ارجع اقول تاني. معلقه مستردة تبلته بقى في ايه؟ معلقه مستردة، معلقتين جنزبيل مبشور، 3 فصوص ثوم، معلقتين صويا صوص، 3 معالق كزبره، رش السكر، بصلتين خضر مفرومين. كل الحاجات دي بحطها على بعض واروح حاطه السمك السلمون فيها مع معلقتين ميه. ليه معلقتين ميه؟ انا حطيت معلقتين الميه بدل معلقتين الزيت علشان اقلل الزيت هنا اهو. لكن لو انت هتعمليه عادي بطريقه عاديه مش عايزه تقللي الدهون اكتر، حطي معلقتين زيت زيتون بدل معلقتين الميه، لان كده كده لو هتحطي على الجريل الزيت زيتون انت اوريدي حطيتيهم خلاص في السلم. واسيبه 3-4 ساعات في التتبيله دي. طعم الجنزبيل بقى يعني يشرب الجنزبيل ويشرب الصويا صوص بحيث يديه طعم حلو بعد كده. وعلى الجريل اسخن الجريل واحط السمك على الجريل اقلبه. بعد كده اهو اشيله. التتبيله بقى اللي فاضله عندي اخدها تشويحه بسيطه قوي على الجريل مكان السمك واروح حطاها على وشه. انا قدمته مع ايه؟ مع رز بسمتي مسلوق. سلقت الرز البسمتي بالظبط زي ما بسلق المكرونه، يعني غليت الميه حطيت فيها ملح، ما حطيتش زيت. عايزه تحطي زيت اوكي، بس انا ما حطيتش زيت. وبعد كده صفيته. ممكن تحطي بهارات مع الرز. وعملنا المشروم. المشروم ده سقطته في ميه مغليه دقيقه ما يزيدش عن دقيقه، وبعدين طلعته وحطيته على الشوايه مطرح ما شويت سمك السلمون شويه صغيرين، مجرد بس ايه يطرى من بره ويبقى فيه ستيل القرمشه بتاعته من جوه. وقدمته معاهم. عملنا كمان ايه؟ شوربه الخضار. شوربه الخضار الحاره. المقادير بتاعتي بصله مفرومه والكرفس فرنجي، حبه فلفل اخضر مكعبات وحبه فلفل احمر مكعبات، معلقتين ذره، نص كوبايه فاصوليا حمراء مسلوقه او العلب اللي هي المعلبه دي بتبقى جاهزه، قرن فلفل حراق، فصين ثوم، صدرين فراخ متقطعين مكعبات مسلوقه. باخد الميه بتاعت سلق صدور الفراخ بعمل منها كوبايتين سلق، كوبايتين ميه سلق الفراخ، وكوبايه لبن خلي الدسم، وربع كوبايه كزبره خضراء، رشه كمون، ملح وفلفل، 3 معالق كرات مفروم، ونقول نص كوبايه مشروم زياده في الوصفه. عملنا ايه؟ شوحنا البصل مع الكرات على النار مع الفلفل الحراق. بعد كده زودت لهم الفلفل الملون والثوم والمشروم، تقليبه كده اهو. بعد ما البصل والكرات طريوا بقوا يعني اخذوا دقيقتين ثلاثه على النار، بعد كده اهو بزود لهم الفراخ والشوربه واللبن واسيبها تغلي مفيش 5 دقايق على النار، وارش لها الكمون والملح والفلفل وبقدمها حلوه وجميله وهي سخنه بتبقى ريحتها اصلا فظيعه. عم علي كان لسه بيقول لي في الفاصل ريحه الاستوديو فظيعه. عملنا كمان سلطه العدس وعملنا سلطه السي فود. سلطه العدس باللحمه المفرومه، كوبايه عدس ابو جبه مسلوق، نص كوبايه لحمه مفرومه معصجه. حاولي قدر الامكان ان اللحمه المفرومه تعصجيها من غير اي دهون. استعملت خيارتين مكعبات، الخيار انا مقطعاه بقشره، حزمه جرجير باخد الورق بس وبقطعها 3، بصلايه شرايح رفيعه، تفاحه خضراء مكعبات صغيره بقشرها، ودي اختياري ممكن تستعمليها ممكن ما تستعمليهاش، 8 حبات لوز مجروش. على فكره البورشن او الكميه اللي محتاجها مريض السكر في اليوم لوحده 8 حبات لوز، يعني علشان الاوميجا 3 8 حبات لوز بيحتاجها ليه لوحده، بس احنا حاطين 8 دي على السلطه كلها. الدريسنج بتاع السلطه عباره عن ايه؟ معلقه خل تفاح، نص معلقه مستارده، فصين ثوم، معلقتين زيت زيتون. دي سلطه العدس باللحمه المفرومه. سلطة السي فود عملناها بان احنا حطينا في ميه، دي سلطة العدس والسي فود اهي، ايوه دي اللي وراها. حطيت في ميه مغليه 350 جرام من السي فود مشكل، ما لقيتيش مشكل هتستعملي حاجه واحده، طبعا لازم تحطي معاه توم، تحطي معاه ورق لورا، تحطي معاه بصل بحيث الريحه تبقى حلوه. يغلي غلوتين وبطلعه. عملت ايه؟ حطيته مع فصين توم على النار ومعلقه زيت زيتون، قلبتهم شوحتهم لغايه لما ريحته طلعت كويس قوي، وبعد كده اهو حطيته على جنب. عملت في طبق في بوله، قطعت نص خصيه كابوتشا مع بصلايه شرايح، البصلايه دي انا دعكاها في خل وسكر، 3 معالق كزبره خضراء، خس الوان او فلفل الوان، اي حاجه تديني الوان كثيره، يعني مع الوان الكابوريا مع كل الالوان دي بتدي شكل حلو
وطعم حلو وقيمه غذائيه ممتازه. معلقتين مايونيز يا ريت تكون لايت. احنا ما قلناش مايونيز اللايت، هنقوله دلوقتي ان شاء الله. حبتين طماطم بشيل البذر بتاعها وبقطعها ترانشات، ملح وفلفل، كمون خفيف، رشه كمون، ليمونه معصوره، معلقتين خل، ربع معلقه شطه، ومعلقتين زيت زيتون. معلقتين زيت الزيتون انا خدت منهم معلقه شوحت بيها السي فود، والمعلقه الثانيه في الدريسنج. المايونيز بقى معانا وقت؟ اوكي معانا ان شاء الله نلحق. بجيب كوبايه زيت ثلاث ارباعها زيت بارافين. ما تقوليش عليه زيت بارافين، زيت البارافين ده بيتباع في الصيدليه، ده زيت معقد الجسم ما بيقدرش يمصه فبينزل زي ما هو، علشان كده بيدوا زيت البارافين دي للناس اللي عندها امساك عشان ينزل. زيت البارافين زيت تقيل، التركيب معقد فجسمك مش هيمصه. فهنحط معاها ربع كوبايه زيت زيتون من نوع جيد عشان طعم زيت الزيتون يطغى على زيت البارافين. هجيب بضايه وبياض بيضه ومعلقه مستردة ومعلقه خل، هضرب في الخلاط في الكيتش ماشين البضايه وبياض البيضه الثانيه والمستردة والخل ورشه فلفل اسود، وبعد كده بالراحه هنزل عليهم خليط الزيتين اللي هو الثلاث ارباع البارافين والربع زيت زيتون. هيعمل لي مايونيز رائع للدايت. الناس اللي بتعمل دايت كمان يا جماعه بيبقى عندها دايما امساك، فده هيساعدها. تاني حاجة السعرات اللي فيه قليلة جدا لأنه ربعه بس زيت وزيت زيتون، فهيطلع معاكي رائع وسعراته قليلة فعلا. خلاص يبقى احنا عملنا فاضل الكب كيك، احنا ما قلناش ما عدناش الكب كيك. هنعيد الكب كيك، تلات ارباع كوباية دقيق كامل مع نص كوباية دقيق عادي، ربع كوباية زيت أي زيت، بضاية، فانيليا، معلقة صغيرة قرفة، وقلنا القرفة مهمة جدا جدا لمريض السكر، تلت معلقة صغيرة جنزبيل بيديني برضو فليفر حلو في الكب كيك، نص معلقه صغيره بيكنج صودا، نص معلقه صغيره ملح، تلت كوبايه لبن رايب او زبادي اللي موجود، تفاحتين مبشورين، نص كوبايه احدى بدايل السكر، احنا هستعملنا سكر الفاكهه. وعملناها ازاي؟ ضربنا البيضه مع الزيت والسكر والقرفه والجنزبيل في الخلاط، وبعد كده اهو ضفنا عليهم نوعين الدقيق، وبعد كده اهو قلبنا معاهم التفاح بالسباتشولا. خدوا بالكم مش عايزاكم تكتروا في السكر الفاكهه، سواء مريض السكر سواء اللي بيعمل دايت، لان زي ما قلنا سكر الفاكهه بيعمل بطن، بيتركز في البطن، بيعمل دهون في البطن، وبيزود التريجليسرايد اللي هو مع الكوليسترول، والاسبرتام بيعمل اسهال. فخدوا بالكم برده من النقطتين دول، غير ان كل الحاجات دي انا خلاص خلصت. كل الحاجات دي بتتركز في الكبد كمان، فما لهاش دعوه يعني ما لهاش لازمه ان احنا نكتر منها. والسكر الطبيعي برده ده من الحاجات اللي لازم نقلل منها قدر الامكان. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم وتكون الوصفات فادتكم، جربوها انا متاكده انها ان شاء الله هتعجبكم جدا. وكلمونا عشان مسابقه الاطفال ان شاء الله كل جمعه معانا مطبخ كي جي 1، مسابقه الاطفال يطلعوا معانا فيها بحيث نقدم لهم في الاخر جوائز حلوه ان شاء الله وننبسط كلنا مع بعض. أشوفكم على خير.